السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم طارق خليل. النهاردة ان شاء الله هنشرح المونتاج في 10 دقايق بس. هناخد حاجة بيزك جدا، ازاي تعمل ابسط صور المونتاج للفيديو اللي انت عايز تمنتجه. ان شاء الله هتلاقي في وصف الفيديو تحميل لبرنامج بريمير 2020 احنا هنشتغل عليه لو انت ما عندكش البرنامج، وهتلاقي كمان لينك لتحميل الملفات اللي انا هشتغل عليها، وهي عبارة عن ملفين فيديوهين. الفيديو الاولاني كنت بستعرض فيه امكانيات العدسة التامرون 18-200، بعمل زوم اوت وزوم ان عشان اوري الرينج بتاع الزوم بتاعها عامل ازاي، والفيديو الثاني لقطة متصورة بالعدسة دي شكلها عامل ازاي، وهنطلع في النهاية فيديو واحد نهائي مختصر للقطتين دول. وتعالوا نبدأ. تفتح البرنامج بيجيب لك الشكل اللي قدامك ده، بيقول لك انت عايز تفتح بروجكت كان موجود قبل كده ولا نيو بروجكت، هنقول له نيو بروجكت. وبعدين بيسألك عايز تسمي البروجكت ايه، هسميه تريننج، وعايز بالاي مش بالاي، وعايز تنزل البروجكت فين، هقول له انا عايزه ينزل في الديسكتوب، هدوس اوكي. هيفتح لي الشكل اللي قدامي ده. احنا عندنا هنا 5 شبابيك، دي اهم حاجة محتاجين نتعلمها في بداية تعلم البرنامج ده. هنتكلم على 4 والخامس هنتكلم عنه كمان شوية. اهم حاجة عندي هي البروجكت اللي انا بنزل فيه الملفات اللي انا هشتغل عليها، سواء فيديوهات سواء صور سواء ملفات صوتية. تاني حاجة السورس، والسورس ده هو اللي انا بستعرض فيه الفيديوهات اللي انا عايز اشتغل عليها واخد منها قد ايه. تالت حاجة التايم لاين، والتايم لاين ده هو المكان اللي انا بقطع فيه الفيديوهات بتاعتي وبعمل عليها كل الاديتنج وكل الافكتس اللي انا عايز اعملها بتتعمل هنا. رابع حاجة البروجرام، وده الصورة او الشاشة اللي بتظهر اللي موجود عندي في التايم لاين. طيب احنا دلوقتي هناخد الفيديوهات بتاعتنا. في وصف الفيديو هتلاقي الفولدر اللي هو الماتيريال، فيه 2 فيديوهات بعمل لهم دراج اند دروب، ممكن اعمل امبورت بطريقة تانية، دبل كليك في المكان الفاضي وبعدين بختار انا عايز اخد ايه الماتيريال. انا خلاص نزلت الحاجة بتاعتي، هبدأ بعد كده ادخل على السورس واتفرج على الفيديو اللي انا عملته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا العدسة التامرون 18-200، وهي عدسة قوية جدا جدا لانها عندها الرينج بتاعها في الزوم عالي جدا. انا هنا هاخد دراج اند دروب على التايم لاين. لما عملت الفيديو دراج اند دروب على التايم لاين فتح لي المنظر ده، ده الكليب بتاعي. وعايزين نقرأ بسرعة قدامنا ايه. انا قدامي هنا V1 V2 V3، ممكن احط فيديوهات فوق بعضها بحيث انا لو حبيت ان انا احط فيديو فوق ده او صورة مثلا تبقى يعني لوجو موجود هنا، ممكن احط الحاجات دي في اللي فوقيها. ونفس الكلام عندي في الاوديو، صوتي هنا موجود، وبعدين هنا لو عايز احط مثلا تراك او حاجة شغال مع الصوت بحطه في الحاجات اللي تحت دي. هبدأ هنا اتفرج على الفيديو بتاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا العدسة التامرون 18-200، وهي عدسة قوية جدا جدا. وخلينا ملاحظين ان انا لما بدوس هنا بلاي بيحرك الهيد لانها عندها الرينج بتاعها في الزوم عالي جدا، بتبدأ من 18 ملم، يعني حاجة وايد جدا. في الفيديو هنا احنا صورنا بالمقاس 18 اللي هي فيري وايد، وبعدين عملنا زوم لغاية ما بقت 200. طيب انا هنا وانا في السورس عندي حاجة مهمة جدا لازم اتعلمها، الاي والاو، ان واوت. ان واوت يعني انا عايز اخد قد ايه من الفيديو ده. لما ادوس من بداية الفيديو وادوس ان علم لي على كل الفيديو، انا كده ممكن اخد الفيديو كله، لكن انا عايز اخد لغاية اللقطة هنا واقوم دايس حرف الاو، يبقى انا كده عملت ان واوت، انا خدت الحتة دي بس من الفيديو وده ما خدتوش معي. هعمل هنا دراج اند دروب، وممكن اعمل دراج للفيديو بس، او ممكن اعمل دراج للاوديو بس. انا هنا مش محتاج الاوديو في حاجة، فانا هعمل كنترول زي واعمل دراج للفيديو بس من هنا اهو، دراج اونلي فيديو، دراج فيديو اونلي، وهنزله هنا. تعال نشغل نشوف احنا عندنا ايه. بتبدا من 18 ملم، يعني حاجة وايد جدا زي ما احنا شايفين دلوقتي. كويس جدا. طيب بعديها انا بسكت شوية وممكن اقفل هنا الفيديو، انا ما مسحتوش، انا بس قفلت الفيو بتاعه. انا هنا خدت نفس، انا عايز اقطع دي. واهم حاجة طبعا عندنا في الاديتنج هو القطع. القطع بيتعمل ازاي؟ انا عندي حاجتين مهمين لازم اكون عارفهم. الحاجة الاولانية هو السلكشن تول اللي انا شغال عليه هنا، والحاجة التانية السي الكاتنج اللي انا بدوس من هنا ريزر تول او بدوس حرف السي
فأنا عندي حرف ال V حرف ال C، حرف ال V اللي هو بيجيب لي Selection Tool، وحرف ال C اللي هو بيجيب لي Eraser Tool. قطع، هدوس حرف ال C وقوم عامل قطع هنا وقطع هنا عند الحتة اللي أنا كنت ساكت فيها. طيب أنا قطعت الحتة دي دلوقتي، بس لما أجي أشغل هتكون موجودة عادي أهو. فين دلوقتي؟ مفيش أي فرق خالص. طب إزاي بقى أشيل الحتة اللي أنا قطعتها؟ هرجع تاني للسلكشن تول وبعدين أدوس عليها وأدوس ديليت، وبعد ما شلتها ما ينفعش أسيب المكان فاضي، فهاخد بقية الفيديو وأوصله بالحتة اللي أنا قاطعها جدا زي ما احنا شايفين دلوقتي، وبتنتهي بال كويس. يبقى أنا لما أجي أشغل هنا هيبقى الشكل اللي أنا عايزه. شايفين دلوقتي، وبتنتهي بال 200 مليمتر اللي هو الزوم بتاعها، والزوم بتاعها قوي جدا زي ما احنا شايفين في الصوره دلوقتي. شكرا لحسن متابعتكم. انا هنا بغلط شويه علشان نشوف لما اغلط واتلخبط هعمل ايه. شكرا على ايه لحسن. لو عجبك الفيديو دوسوا شير. طيب خلاص انا مش عايز شكرا والكلام ده، انا بس عايز الحته المختصره اللي هي لو عجبكم الفيديو. فانا هدوس هنا تاني اهو كات هنا وكات هنا عند الحته اللي انا اتلخبطت فيها دلوقتي. شكرا لحسن. وبعدين بالسلكشن تول تاني او حرف الفي هدوس على الحته اللي انا مش عايزها وادوس ديليت. انا كده شلت الكليب اللي انا مش عايزه، وهعمل تاني ان انا اوصل الحتتين ببعض. وبعدين دلوقتي لو عجبك الفيديو دوسوا شير ولايك وسبسكرايب. في آخر الفيديو أنا كنت بقوم عشان أقفل الكاميرا. طيب أنا مش عايز الحتة دي، ممكن أعمل اللي إحنا قلنا عليه إن أنا أدوس حرف السي وأعمل كت وأقطع الحتة دي. بس في حاجة تانية، لو القطع في أول أو في آخر الفيديو ممكن أعمل الحركة دي. باجي هنا بالماوس من غير ما أدوس أي حاجة بيجيب لي العلامة الحمراء دي بتقولي إن أنا ممكن أعمل تريمينج، يعني قص للفيديو مش قطع للنص، إنما قص للفيديو. فهدوس عليها وشد هلاقي نفسي بقطع الفيديو. انما انا لو دوست على الفيديو نفسه وشديت، انا بحرك مكان الكليب، لما باجي هنا بالاحمر وبشد الورا يبقى انا كده بقطع الفيديو. كده الفيديو خلص، تعالوا نتفرج عليه تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده معانا العدسه التامرون 18200، وهي عدسه قويه جدا جدا لانها عندها الرينج بتاعها في الزوم عالي جدا، بتبدا من 18 ملم يعني حاجه وايد جدا زي ما احنا شايفين دلوقتي، وبتنتهي بال 200 ملم اللي هو الزوم بتاعها، والزوم بتاعها قوي جدا زي ما احنا شايفين في الصوره دلوقتي. لو عجبك الفيديو دوسوا شير ولايك وسبسكرايب. طبعا ده ما يعتبرش ريفيو للعدسة لان الكلام يعني مختصر جدا، لكن بس اوريك ازاي عملت القطعة اللي انا عملتها، وازاي استخدمت اللايرز اللاير بتاعت V1 وV2. انا كده خلاص عايز اطلع الفيديو بتاعي، لكن عايز اتكلم على الويندو الخامس قبل ما اقفل. الويندو الخامس هو الافكت كنترولز. اي كليب بختاره بيفتح لي الافكت كنترولز بتاعته. ممكن هجيب الهيد عليه الاول، ممكن اكبر الكليب او صغره، هدوس هنا ريسيت. ممكن اجيب الكليب يمين او شمال، لو انا عايز اخلي الكليب ده اصلا يبقى عبارة عن لوجو انا صغرته جبته هو يمين وتحت كأنه لوجو، تمام، برضو هدوس ريسيت. بتحكم في الروتيشن بتاعه، بتحكم في الاوباسيتي بتاعته، بخليه شفاف او ظاهر كاملا. فدي شوية تحكمات موجودة في أي كليب بحطه. طيب أنا هنا دلوقتي خلاص خلصت الفيديو بتاعي وعايز أعمل له إكسبورت عشان يطلع في صورة فيديو نهائي نتفرج عليه على البلاير عادي. هدوس كنترول M، أو لازم أكون مختار والمربع الأزرق هنا باين على التايم لاين. هدوس فايل وهدوس إكسبورت، إكسبورت ميديا اللي هي المختصر بتاعها كنترول M. هنا سريعا خليها زي ما هي H.264، اغلب الفيديوهات اللي احنا بنتفرج عليها تبقى H.264. عندي هنا تو اوبشنز محتاج اعرفهم، عندي هاي بيت ريت او ميديوم بيت ريت. الاثنين جودتهم عاليه، لكن الهاي بيت ريت جودته اعلى شويه وفي فرق في الحجم. الهاي بيت ريت هيطلع لي الفيديو 30 ميجا، الميديوم بيت ريت هيطلع لي الفيديو 9 ميجا بس. خلينا نطلعه ميديوم بيت ريت لان هو مش هيقلل الجوده قوي. وبعدين هنا بختار الفيديو انا عايز اسميه ايه، هسميه تامرون مثلا وخليه برضو على الديسكتوب. دوست سيف، انا كده خلاص جاهز للاكسبورت. وبعدين هدوس اكسبورت. تعالوا نعمل مينيمايز ونخش على الديسكتوب ونشوف ادي الفيديو تامرون اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده معانا العدد مليمتر يعني جدا زي ما تي، وبتنتهي بال 200 مليمتر اللي هو الزوم. يبقى احنا كده خلصنا، عرفنا ازاي نعمل مونتاج بدائي جدا
ونراجع بسرعه اللي احنا قلناه. احنا عندنا اربع شبابيك رئيسيه، وعندنا الكات بالسي، عندنا السلكشن تول بالفي، وفي الاخر بعمل كنترول ام لما بخلص الفيديو بتاعي وبيطلع بالشكل اللي احنا شفناه ده. اللي احنا قلناه في الفيديو ده حاجه ان شاء الله تخليك تعرف تطلع الفيديو بتاعك بشكل سهل وبسرعه، واي حاجه بعد كده هتحتاج تتعلمها هتبني على اللي احنا قلناه في الفيديو ده دلوقتي. وباذن الله هتلاقي فيديوهات تانية بشرح فيها مونتاج وبشرح فيها موشن جرافيكس موجوده على الشانل بتاعتي. تابعني على الويب سايت طارقخليل.org، وعلى السوشيال ميديا هتلاقيها في وصف الفيديو، وما تنساش تتابعني على الجروب طارق تريننج على الفيسبوك. الجروب ده بنتبادل فيه الخبرات، اي حد عنده اسئله بجاوب عليها. وحاليا بعمل كورس 8 ساعات مكثفه في الفيديو اديتنج، بعمله على زوم اونلاين. لو انت عايز تعرف اخبار الكورس برضو هتلاقيه على الجروب بتاعنا. ولو في اي حاجه عايزني اتكلم فيها اكتبه في الكومنتس، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. والسلام.